للدم نفيه يا دوما، بالروح للدم نفيه يا دوما. لليوم الثاني على التوالي دوما تباد. اليوم عشرات الغارات الجوية على مدينة دوما المحاصرة في بقعة صغيرة. ما يحصل في دوما يحصل بمباركة دولية وأقليمية. هذا ما أغضب الشعب وأخرجه في مسيرات ومظاهرات يومية للمطالبة بفك الحصار عن مدينة دوما، أخراج المدنيين أو إبقائهم ضمن شروط إنسانية وشروط كرامة معينة يحتاجها الشعب. خرجنا مظاهرة تنديدا في المجزرة الذي حصلت يوم أمس في مدينة دوما، مجزرة الكيماوي اللي عم تلاقي صمت دولي كبير من كافة الدول. طبعا هي ما أول مجزرة بتصير، ونحن هون في مدينة باب واجبنا نقف معهم في كلمة لعد صوت ما يصل للأشخاص اللي حاسبوا الأسد على أفعاله الهمجية، القصف الكيماوي اللي عم يستخدمه، الإبادة الهمجية اللي عم يستخدمه في الوضع الشرقية. أطفال دوما ليسوا أرقام، أطفال دوما شهداء، طيور ذهبت إلى الجنة بصمت وتخاذل دولي. أطفال دوما أبت أطفال الأتارب إلا أن تقف معكم، وحرائر الأتارب أبت إلا أن تقف معكم. وقفتنا خجولة، وقفتنا متواضعة. يا من تدعون حقوق الطفل، أين أنتم من شهداء دوما؟ متى سنظل صامتين عن هذه المجازر؟ أنا